الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا شين جوار حسين هل كنت نقرأ سعطان وشان وكين وجوار حسين إنو ما مشو وحرجينا عنا عافمات قفتين سيدة أني قبا أن وعافمات خوا إن قصة ما تنو هاي وعجيب وحلاذ هاي أبايا وحان آد أجعل هذي نينكي مركو إفوري مركو إفوري لا بجعل هور له أقاذك ولا مركز له مجنون تكون قضي وقواش مركز له مقواش مركز هور ما حيسوي فريس مركز هور ما اسكت زبدت حبيبي معانا وما اسكت يرهدو مركز هور ما حيسوي فريس نين وانا اكسم ولا اسكت دي قعن بر قعن اذك قعن الواح محقوق قبوم ويذ قعن باق باق محقوق قبط رال نقول أنت أصلاً إيه كفتهم وين كمرك هذا اللي جعلي هذا وهذا اللي شلعينا والرخصة حبيبي معانه وجه فرن قلب فرن يا نية فرن على وسود ويستها وأنت معانا الله سميستها هذا الكذا تكلم مرة عو ما سوى ذا واجع جاهر جوجي ماشاء الله جوجي الناس وين كفتن رال نقضى الله مستعان أباي وحيل هذا هاي إن الحمد لله وحنا كسر جدني قيس آد وقرح بدن وإذا يا أبهي وغضت إلهي سبحانه وتعالى دين تباري وغضت إلهي سبحانه وتعالى حق تصي وغضت إلهي سبحانه وتعالى باري معناها عدالة قريقة لحديثة ويل إيكبر وأوض السمان هاي ومحايرة داشة قضى ماشي لغا سوقارة لغا قبتها أبهي ميلاي قبل كري وغض إني هول قبتان ويل كري إيسا إني هول قبتان ميلاي وعلى سلو وذقبان تن مركين تلودرو كنا ماشى سالودر هذه هي العدالة عدالة درون تواطس أنا محارة ذا أسدت كيران هذا محارة ذا إيدت ك كلبة وحي آمن زيهن قبلها وإن شقة أنا قد أيا قوي لشان شقة هالودر هو شالو قبت قولي هالو صح عقد هالو نق هالو جوار هالو لا لابو أرماج هالو توتوسيو سريرت هالو جوجلو هالص مع عدالة ما فهمتين حتى أقول قرح بدن أعرف تاون واحد هذا ربنا يا كين أنا مقوي ذن شيء رسول الله عليه السلام يقول بلقوا عني ولو آية وإذا بلق وإذا سوى بلق عليه أفضل الصلاة والسلام فواحد عادي قري جاي قلنا إنه وايد أنت تساو مالنا مر ماشان مالو بعدين كجسو دو يقو قاتا أنت أصلا أباي وحلاه هاي وحاي صوت دومتي ويل أو إن حافظ إن أنا عكد جنا أي جنا أها دد أد وناكسن أو أبيه سأبيه صاحب لا أها أنا جنا ولا شيء سأسكول إسلت لجن جرني ما شاء الله وحان هين دد أد يأد سوق في عن لنك وناجنا مر والبكا وضح الله ويلك يا إيسو دونتي رنتي فاملك يا آذي أغو فرحان إن ويلكاس وإيسو دونتي وناق بضن لأنه مر والبوحي أهاين كو ويلكاس وناقيس الشيغة ما شاء الله أهل التقوى وأهل الصلاة وأهل انتك العائلين قفك وناقسن مر والبوالا شيك شيغة فوحي هذي والي إيسو دوني فالحمد لله نكاحي أدعي نكاح كدب حوغا بلوين جوغلي بلوين كدب وحو إلهي سبحانه وتعالى سقري أروسكي ألا لاس كدعي واروس 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 أميش كدعي أوكي ماشي أروس قرح بضن لغو سمي وحي هذا الحمد لله قريينا الدقني قري قاسمة داما ويل قوءها ويل جامعي أهو جامعة لميستيو شقيستا هذا ما شاء الله أكو دارو شقيستا قوءها حيث هذا الله مستعان قريقا ليجي قريقا دعمر كليجي وحان نقضي ناك لقنطا وحان نقناني ويل هي قويس قرح بضن آن نقناي إلما رماته إشدتك وعجيب سبحان الله اللهم نجنا اللهم نجنا من عين الناس إيش ضدك قتير وإلهي نجم سوء ذيجيو. مركو واحد هذا ويلكي إن وماش وكشقيناي أصحاب ماش الجوكتو واحد هن. ماش مر والبوحو وشيكيناي إن وناج قيسك قيسكي سوء دحياله. وناج يعني عسنا دحياله إن جبر قرح بدن إلهي عقل أقلاق أدلية. إن دين إلهي أقول لي أو حبرتي إن أقو مر والبك شيء كان جري مركم إن ذات كلا شقينا أصحاب تأهي وين بحسدين بإنتي يرتع أيكو حسدين وحد عدا مرك الله مستعان وحيدهن ما شاء الله تبارك الله نكسس أوفي عن ما قبتها قرمنا عزومة سا مركم وحى قان لو جري إن معلم بمال لقى عزومه سمعلن جوريسا أن أو عزومة أكتين أو كعزومة وحد عادين مرك الله مستعان صاحب ذي سمالين بمالي كعزومين ومرك وحوير هاي توقد هذا الجاريه بلو قريه قصو نقوم عزومة ستها ورهي قعب فرن وإيشي قضي يأدون وحوال باصميني
ما شاء الله تبارك الرحمن ودقني دديقة أو محيرة ضاسي ماشي ديجانك قرحة بطناء هني محيرة ضاسي قذذي قرحة بطن دوال وذا قذي طبعا إن وحالة صعودات كاس حاسس كو ذي سو وتين مركي هرب قفل بحاس كي سو وذا ماشي عزومات أما مرتقاتك إن طبعا أسن يقولي سو كان طبعا حاس كي سو جوته ما دام قبر حجابا أتاه إن وحمر لي بيش صعودات كان إن من الله صعدة إن ناقة إلا صعدان إن من أيهين وأيضا مركي هرب سدي يكون عزومين أي أما يكون مرتقاتين guriga markay wax la cunay tabaan gabadha way isbaranayaan gabar meesha ay isugu imaadaan number ala kala qaata wala kala jiita keyba halka ahaan number ma haystaa ha ma sha Allah wax xiriirayna gabar wanaagsan tahay ma sha Allah waan ku farxay barashadaas saas oo kale fahamsantiin hadda meesha gabadha isugu imaadaan ma fahanteen een markay Allah mustaan waxa dhacday in een gabdhihi meesha ay isku barteen number ay kala qaateen hay number ma la kala qaadano number hadii la kala qaato tabaan whatsappna hadda meesha kama marnay whatsapp walu dardasha whatsapp lagu sheekeysaa ma fahanteen whatsapp meesha lagu sheekeysaa marka waxa dhacday in abuheelo waxay dhahayn wiilkii waxay dhahay wiilki wanaaga badnaa waxay dhahay maanta meela aadeyna maxayrada subax caadi waaye in rag leey ku soconaa intii ka dhac ma abuheelo waa la wadee waxa la geeyay meel oo shiishadkii ahaa sigaarkii ahaa مقدرات وحي أها وأدون ماشي يا لي قبل السوق إما ذي محايرة ذا أسي كذا مركا إقرا على النقاط ما يدين شيء قصة ذا وطبعا إن وده عربته أي كده عادي يعني ما هم سومالي أوكي إن ألقي ميل أو قبل أو نيكنا أدون السوق إما ذا قمر جا سيجار كاشي شدة أدون كده دع على كلا سيسنا على وير ويا بي هاي ويلكي walu kornikina walu kor ayara dhac video sawira laga duway video camera laga duugay dhac en wiilasha kamida wiilashay wadeena naagtiisa en maxay raada asii u diray naagtiisa isla markii way soo gudbisay gabadhaana whatsapp ka dhac loogu soo sii walo soo tuuray gabadhii whatsapp ki maxay raada asii way furtay mise maxay furaysa maxaa meesha yaal ninkeedii oo lagu kor wax duxay kor saaran oo lagu kor dawaalaya meesha saaran macquul kan ninkeega miya sidee wax u jiraan shaacma waxa dad wasku washtay waxaan sameeyaa way fa waxaan dhacday u dhahay ay dhahday weel imaaday ninkii uu soo baxay meesha uu soo tagay uu imaaday waa dareen sanahay inay wax ka qaldan yihiin ninkeega wax ma soo cabin laakiin waxba ka qaldan uu yaaba asaba yaabanba waxaan aqsanahay dhahday in habeenkii markaan seexanay subaxii waaga markaan oo bari gurigeena ii wadaan dhahay uu soo baxay gurigeena oo igeeyay gurigeena markuu igeeyay een Allah mustaan maalinta joogay laba maalin saddex maalin wuxuu yiri khalas soo bax markaan waqtigu uu dhamaaday waxay dhahday aniga dhageyso meel aan u socdo ma jirto markaas wuxuu yiri maxaa jirsa wax u jiraan intii ka dhac way aamustay adiga wuxuu yiri waa ku soo doonaa waxay ahaatabo uu doonay uu soo waday gaariga ayagoo saaran maxaa ii dhahday mooyna hay soo doonin wuxuu weydiiyey wuxuu ii dhahday waxa aan ha soo doonin aan ku dhahay bal fiiri wixii ka saartay wajigii ka saartay asiho asigoo hee xaalkiisa ilaahay u gaay markuu saan u fiiriyey qofkan waxay la noqotay mufaajo oo lama filaan ay la noqotay waa yaa kuu soo diray waxaan sidee ku heshay maxaa yaa almihi waa soo dardarsan waxay dhahday dhegayso aniga iyo adiga wax qabitaan ah naga dhexeeyay ma jirto nin sidaan ahna laa yumkin ma dhaceysa in aan nolosheeda ku qasaariyo mustaqbalkeeda walaalay wax hubso si wallahi billahi iraadadeeda kuma sameynin anigu waa qasab igu aheeday ma garanayo wixii ugu dhacay wallahi aniga oo taagan aniga oo jooga yani maskaxdeedu joogta ma sameynin ma garanayo siday wax iga noqdeen hadii ay yeelay anaga ma xada dimaaqan inta agilino khalas waa waxaas waa wax jiro leh waa anaga dhaadhacayso hubsiiman hal baa la siistaa anaga hadda dumarnahay 188 ma qorno in yaro caaqil amaahe marka gabadhii waxaa ku dhacday Allah mustacaan in ay nag ay diido gurigeena ii cili waana ifureysaa maaba iqabaysab ninkaygana ma ahaanayso wuxuu yiri isdaji fulaane wallaahi si walba ugu dhaartay nag waa ka soo horjeesatay wuxuu yiri waayahay gurigooda uu soo celiyey wuxuu yiri soo faker an Allah mustacaan ka soo faker waa ogahay inaan qof xun ahay oo qof fiican ahayn soo faker ma fikiraay dhahda ani adigu waxaan talaaq ahayn nagama dhexeey waa ifureysaa nin noocaas ahna ma qabaayo
المهم معلومه كما قنا هذا معلوم كوك كما قنا هو هذا عبيد حلا قبل هذا محكور عم بحد ما قولي يا عدد مايا أنا قام بحاي مايا مبحاي أسيجي يا إمادي أسيجي مركو إمادي أنا وحيري أبي وع أبي أو أقويرتي وحيري أبي مياها إن قبل هذا رنتي إن محير هذا أسي ما هن إن أو قولي جن أي كوجوكتو أنا أو وح أو عادي أنا إذا لبكاس لبكاس قلافي ران صور ده حقلي مركو حار وعينا بحو سدوا مركو هيدا وحي ويسوق قيلس أذي أيدي يسوق قيلس أي وحيد هذا نين كان ما هن نعس ويدقم وأبي قبل يسوق تجاي ربح شو كوفي دي مركز وحيري واي أنين كسر سوق ليه ستنين في عن ما هني كان ويل كحافظ هو نحسن واي مركز وحيري أبها ربح إنه يرجع بنا هدين وارنت هذا نن رجال ميه نن رج ميه نن ونحسن ميه نن حن نن كأدون كأقول حنا هاي وارنت هذا رالي أنا كهاي هاي ده يا صوب بحدة ساعة مال سدانك وصور ولا إذا مايا ماشي على صوب بحاي إن هاي ده صوب بحدة إن أبي هذا ماشي جوجي إن وح ماشي لو عدي وينك عينه سد السماء هوان السماء ولا هاي إلى عيب تقول احتاجي إنه قرط ما هي وحكى لما لهن سد أيضا جعشان ويا لا ولا هاي أنا إنه إفر ما هي طلع كلام بالريفيو إيه هذا خلاص ماشي على والمهم محكمة كذب وانطلاق ذي هذا قالوا دمي ولا طلاقي markii la dalaaxay allah mustaan ninkan in waxa noqday tabaan dismoral oo noqday ayda sidoo kale ayadii way ka shalaynaysaa markuu xilada wan ka shalaynaya maxaa ifur u dhahday ninkan in wanaagsan oo aha in ahlu salaad oo aha in waxa arati sida jacaysha ku sameeyna yaani sida jacayshahay markuu ku sameeyna ma ahan ay leedahay in wax walba u baahdo horteeda uu keenay laakiin wuxuu yiri intu awoodo هذا هو إيكانايا. أنتوا أوهذو وحان دلبذو. أنتوا أوهذو إيكانايا. مركو حيت هذاي مركو إفور لا بعني والي استعجب وجعل يعني غير معقول أوقاتي. إن لازم سوحي وحان فريستا هذا ألسي أنت عن سوقه وحان فريستا ده قد جري جودا إن وددي سكو آدن عن فريستا أنتوا صباحيو لازم إن داودو عن فيرصدو. مركو قال شقة أوكسون نكونوا يسدو كله إن داودو. ila waskuuna jiiraan aan hadirsanahay inaan daawad waxay dhahday majnuun uu ku noqday waali uu ku noqday marka allah mustaan waxay dhahday waxa ay soo doonto waxay saasad ciddadii way dhamaatay wax walba waa dhamaaday waxa ay soo doontay nin oo aabahay meel ay iska la shaqeynayeen ay soo doontay oo wiil iska yar oo wax bartay oo maasha allah ay soo doontay wiilki markuu ay soo doontay marka uu waxay dhahday familkeena dalaaq wallahi furiin wallahi adduun kale oo naciib yahayno ma wala jeclaba furiin dhan gabadha la soo furay dhamaal maqli karo marka ninkii markuu isoo doontay oo aabahay dhahay ma sha Allah gabdhahdu ku joogan gabadha u baahanahay sidii oo aabahay ku keenay hooyada waxay dhahday ninka aniga mariyaan lahayd dhahday ila ninkaana jacayl waalay u qaba man dhig kare ninkaas waa jacayl ila shalay ana anoo waxba hubsanina oo iska furay ninkii i dhageysay xitaa inaan dhageystay xitaa waa ka diiday waxay dhahday in hooyada waxay dhahday laazim waa guursanaysaa i dhageyso ani war mariyaan dhahday hooyaday anaga ma naqaan gabar la soo furay iyo gabar nin guri joogto oo jaamacad dhameysan ma wa naqaan ninkan waa guursanaysaa waa guursanaysaa waxay dhahday waxa la ii sameeyay xaflad iska basiit ah oo iska caadi ah iska yar oo guriga lagu ugu sameeyay ninkii waleeda waka casiyal muhiim aha sida geel oo kal waa raaca adaa shala wax hubsa waa waa lagu raacsiina ma aan qoorta ka qaban lahayn fahmaysaa wax hubsiimad waa wax wanaagsan wax walba inaa ka sal gaartid bali aadanka dhan waa qaldamaan ان الرسول كان عليه الصلاه والسلام يقول كلكم خطاؤون وخير خطاؤون توابون قفك خلدمو توبت كان قف وناكسن هو بس قف كان وحي او جاي قف كان وحي او قال فين وسيده سمعي هو بس ويدي سيده جنان اسلو ان دغن ويدي لكن اسلو مركي وحس ما كوغو ارك ها فورين دع يعني ما اوفير سنين بل وحي كوغو دعي دون ما كفكرين بري انا جعلان قف كان بري انه بري نقند انت وما دن كفير سنين وا وا اورد اورد كي مال ما كو جاي هاي ما فهميسي falmiim gabadhi ninkii aan lagu dareen ninkii markay lagu dareen waxay dhahday ninka nin aad u wanaagsan waa laakiin marnaba mabsuud kuma noqdi marnaba in aad kuma noqdi raali kami wax walba uu sameeyo guri qurux badan oo ii dhigay waxa u baahanahay wuu ii keenay anigoon dalbanayn dalabkayga ma badno ay dhahday wax maba ka dalbadi haddana marnaba raali kami ihi marnaba ma ogolaanaysa nafteeda marnaba ay ogolaan laadahay nafteedu way diidan tahay nafteedu way diidan tahay raali kama ahan waxay dhahday mar walba gurigeena u soo carra gurigeena igeey gurigeena igeey gurigeena u geey guri asayn saasay tahay igama daalay wuu igeyna waxaan rabo wuu isameyna waxay dhahday waxay sidaas ahaatabo wiilkii waxa la ii sheegay
in arooskiisu uu soo dhow yahay oo isbuuc soo socdan oo naag guursanahay naxdinay dhahday ani meela isgeeya way naxdin darteed meela isgeeya way waxay dhahday madaxiya ay wareer dhulkiya ila wareegay ani dhan nooc kala noqdo waxay dhahday waa si walba buwaan waxay dhahday nafteedu waan qaban way waxaan xiriir la sameeyay dhahday gabadhi saaxiibteeda ahayd ee walaasheeda ahayd waxaan dhahay bi ay dariiqa dariiq walba samee ninkaas waa inaa ila kulansiisa walaashiis way iga diiday dhahday nin aroos isa kula kulansiinaa dhahday ma awoodini adina xaasa tahay waa lagu qabaa ma awoodi inaa ninkaas kula kulansiiyo waxay dhahday laazim waa ila kulansiinaysaa ila kulansii marka waxay dhahday wax alla wax aragtida ku siinaa lacag ku siinaa xataa dabcan dadka qaar tan wax walba kugu sameynayaan soo maahan waxay dhahday gabadhii lacagaan u ballan qaaday lacagtii markaa u ballan qaaday sidii ay waxay dhahday habeenka arooska meesha arooska lagu dhigay qaacada imow meesha kugu tusinaa okay habeenkii arooskiya la gaaray waxay dhahday insha Allah ina soo kooba rajayna habeenkii arooska la gaaray qaacadii ama meeshii arooska lagu dhigay hoolkii markay ninkii wiilkii is diyaariyay uu tagay gabadha aroosadii is diyaarsay ay tagtay Allahu musta'an in gabadhii ninkeyga waxaan dhahay gurigeena igeey guriga saaxiibteeda igeey gurigeena maahay guriga saaxiib guriga saaxiibteeda markuu saas ii dhigay ninkeyga telefoonkeyga Uber aad dalbaday Uber ii imaaday Uberkii markuu ii imaaday isla markii waxa abaaray hoolkii arooska lagu dhigay hoolkii arooska lagu dhigay markaan saas u galay saaxiibteeda in meesha ii taagneyd way i waday waxa i geysay qolka arooska lagu diyaarinay ama qolka aan arooska lagu diyaarinay aroosada ma ahaaya arooska lagu diyaarinay i geysay markay i geysay waxay dhahday yamiin midig iyo bidix ma fiirnin anigu oynaayo xingoonay wiilkii habsiga ku dhigay waxay dhahday waa ilaawi in lay qabo waa ilaabay in maxay raadasi waxa soo dhan waa maxay raada hubsiima la'aantu waa wax walba waa la hubsadaa wax walba hubsiimadu waa shay muhiim ah hubsiima hal geel baa la siistaa soomaalida sidaas ay tiraahdaa waxay dhahday hab aan siiyay ani in lay qawaan ilaabay ninkaan inuu caaw guursanay meeshi waan ka saaray waxay dhahday asigii salaam camal uu iska taagan yahay uu yaaban yahay ma filayna inaa imaano inaa meesha imaanay ma filayna dhahday allah musta'an waan ku ooyi waan ku ooyi waan ku ooyi markan ku ooyi asigoona hadal uusan i dhihin wuu iska soo baxay dhahday wuu iska baxay maxaa iiga tagaysaa maxaan sameeyaa ma iska furaan ninka maxaa jeceshahay sidee rabtaa aan sameeyaa sidee waxay hadal dhan ima dhihin wuu iska baxay habeenkaas waxay dhahday arooskii waa la joojiyey gabadhii arooska aroos taashkeeda labisan asagii la waayay male habeenkaas xaflada meeshii lagu kansalay meeshii lagu wiilkii wuxuu galay xaalad igtiaab oo galay isla hada loo galay maxay raadaa si daawo maxaa wixii ku dhacayna ma sheegay dabcan daawo isbitaal dhaqtar psychology wixii say loo dawareegay waxay dhahday maxay raadaa si gurigeena imaaday waxaan dhahay hooyo aab miha ninka marib habeen marib maalin marab wuu ifura ninka maxaa ku nacday muxuu ka helay waxba maxaa dhacaysa wuxuu jiraa waxba maribi 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 cidkaa yeelaysa ma jirtaala wax mantiqi sheeg shalay ninkaas wax mantiqi a sheegtay waxaasaa ku nacaya dhahday wax jiraa sheegtay laakiin ninkaa maanta sheeg waxa ku nacaysid oo mantiqi ee wax la ogyahay sheeg waxaasaan ku nacay aad dhahaysid maya ninkaas maribi habeen maribi maalin maribi cidkaa yeelaysa ma jirtaala lahay ninkaaga dhaqanaysaa gurigeena haddii aad furin dalbatid meesha ratid madaxa uu ku qaado laakiin gurigeena lacagta ma soo dhigaysid almihim waxay dhahday hadda waxaa la qaban qaabinayaa dhahday mar labaad rooska in loo dhigo alxamdulillah xoogaa wuu soo fiicnaaday anna marnaba ninkan niyad uma hayo haddii aan wiilkaas aan waayo khalaas ma rabi inaan guursado walaa aday kuu taala aba macaani ani waxaa ku dhihi lahay ninkaaga iska dhaqo mininkaaga dhaqo maroodigaaga dilo wallaahi billaah meeshan waa u qoray mininkaaga dhaqo websiteka lasoo dhigay waa u qoray mininkaaga dhaqo maroodigaaga dilaan anaga maahmah soomaaliyeed waaye waxaan dhahay maxay rada ninkaas waa ku dhaafshalay adigaa isdhaafsiisay maskiinka noloshiisa adina maxay rada caqabad ha ku noqonin noloshiisa iyo farxaddiisa ha ka hor istaagan iska dhaaf maskiinto ilaahay uu calfaaye ilaahay ha uu calfiyaa iska guursatay gurigiisa ha iska dhaqdee adina gurigaaga iska dhaqo nin fiican haddaa haysatid ma fahanteen saasaa dhahay maku khaldanahay khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo idan rajayna sheekada meeshay ku dhammaatay walaashiin jawaar xuseen oo idinku codsanayso subscribe share like comment iyo wixii ra'yiina inaa igu reebtaan like tan hadda dhiirigelinay ay tahay khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo idan rajayna waa idinku dheereey daqiiqadaha raal naqooda excuse me igraal naqooda khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo idan rajayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu